من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخماسي على إيفان أحلى غدية. إيه فيهم على راديو، أهلا وسهلا ويا مرحبا، نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا داخل أو خارج حدود الوطن، وين ما يجللكم صوتي إيه فيهم، نقول لكم إن شاء الله نهاركم زيان ونهاركم أسعد الأيام. حلقة الاثنين 18 ديسمبر 2023، نرجع فيها على أهم وأبرز مسار في تونس، العالم العربي والعالم. البداية من تونس، سياسيا لقاء السيد نبيل عمار وزير الخارجية وحواره مع الصحيفة السويسرية لوتون، حكى فيها على الأموال المجمدة، وين وصلنا في مطالبنا هذية، وأيضا دور تونس في حراسة الحدود لأوروبا، مش دورنا يقول السيد نبيل عمار. نحكي أيضا على تقريبا 12 سنة أو 13 سنة بالتمام والكمال على أول يوم لاندلاع الثورة، 17 ديسمبر 2010 إلى 17 ديسمبر 2023، واليوم أول نهار بعد بداية الأحداث. في مصر، الرئيس السيسي يفوز بعهدة جديدة في الانتخابات بنسبة 89%. نحكي وكرة بعد شوية، نحكي على كأس العالم للأندية، الأهلي المصري بخطى ثابتة مرة أخرى، الأهلي المصري ينتصر على الاتحاد ومواجهة مهمة اليوم ضد فلومينيزي، وغدوة المان سيتي يبدأ مشواره بالنصف النهائي. بعد شوية نعطيكم ما ينتظركم مستمعينا من هدايا وكدوات، بما أنه الاحتفالات بعيد ميلاد إي أف إم رقم 12 يبدأ من اليوم حتى لنهار 26 ديسمبر. إي أف إم تدلل مستمعيها بالربح كل يوم، دي بونداشا، دي ويكاند في أفضل النزل، دي كوفري، وزيدهم فلوس كاش للربح. ما عليكم كان تكلمونا على 31 380 ألف، وتكونوا انتوما الرابحين، وكل عام انتوما حيين ألف خير مع إي أف إم، وإي أف إم حي بألف خير بيكم ومعاكم. هات نتعرفوا على الفريق توتسويت. نجم نجوم الشاشة والسرعات القرطاجية سيد ماجد البرهومي أو مجد بال، مرحبا سيد ماجد البرهومي. تحياتي لك خميسي، تحياتي لكل مستمعي إي أف إم، وتحياتي للفريق العظيم بطبيعة الحال اللي معناها نكمل معاكم الأسبوع ختامها مسك، ونزيد نفتح معاكم الأسبوع، معناها أحلى ما في الأمور البدايات. بالضبط، البدايات والنهايات والعبرة بالخواتيم. هذا الاختيار، هذا الاختيار الفني نتاعك. فتحية ليك ولكل معناها الفريق العظيم ولكل المستمعين، ومحبتي لكم جميعا. شكرا ليك ماجد البرهومي. لوتشان وخالد علي تواتي، مرحبا. مرحبا بيك، مرحبا بمستمعي ومستمعات إي إف إم. محمد، الجمعة ذي شد انتباهي حاجة نتاع الجمهور الترجي في الهوند، اي ضد الليتوال، اي مريض بعينيه الكفيف، ان شاء الله يفرج عليه وعلمه محمد. شوف العباد راهم يحبوا جمعياتهم بقلوبهم، مش حتى ما يخزروش بعينيهم، ماذا بينا نخصصوا لهم بلاصه. واحد كيما هذاك كي تحطوا في لوج ما فماش علاش، يعني ناس شو كيفاش رغم الظروف، وذاك وجاي ويغني ونسمع فيه ويغني وعايش مع الماتش، وحب الجمعيه راهو من الايمان زاد. والله برافو عليك خالد. قاعد في معلي هون داخل حي القاعه الزواوي، فانا مكان بالضبط مو حكايه. إيه من المفروض، من المفروض يلزم يخصصون من ناس كيما هكا، منصه شرفيه، منصه شرفيه. اي واضح، شكرا ليك خالد. نجمة نجوم التلفزيون الجمعة هذية إيمان أجلاسي. إيمان مرحبا. تحية حب وسلام محمد. أيوة. ليك ولكل من يسمع فينا ويتابعنا. الكلمة اللي قلتها كبيرة عليا برشا. اي طبعا، بما انك نجمة التلفزيون سو ويكاند، انت تعديت في التلفزة جمعة، مش كان انت، خليني عاد الفريق كامل. حسنين مرحبا سيدي حسن. ربي يفضلك، شبيك شفيس عميس على القز. ايه تفكرت التلفزيون ريتك انت زاد. ايه مرحبا بسيدي محمد في بداية هذا الأسبوع، ومرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات. أيوة، وإن شاء الله يعني ما نترافق يعني في هذا الطقس الجميل والرائع الحقيقة. مطرة ما شاء الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا، يعني بردا وسلاما هبط لي الشيء هذا. والله والله، وربي ينعمته فزد، وربي إن شاء الله يعني شيخنا في كل المجالات. لكن أنا عندي مؤاخذة صغيرة حسن، نسمع في بعض الأصوات يقول لك مش وقت وتو شتاء، شفت كيف شاهل كنا الزرع قالوا لك أنت زاد. يا رسول الله يا أخي، حتى أنا والله كنا ركاب واحد طلع معايا قال يا اخي المفروض يراي قبل شهرين الفلاح، وما الفلاح قلت له توريت مؤتمر الفلاح وشاورهم الخالق وليت يعني فلاح. هو كان في الحزب يعني الديمقراطي الاشتراكي النفزاوي، وانا يفهم في الفلاح. هو الواحد يا ودي ربي يرحمنا، يا ودي راهو الناس البؤل يعني هلا وباش محمد. ايوه، ما يعرفوش انه معناها رحمة ربي، ما يعرفوش الشكر جملة. أيوة صح. ناس حشاك يعني جحود يعانون الجحود والنكران، ولذا يعني ربك يعطي خير واللي كذا واللي شيء من هذا القبيل.
هما يكرهوا وما يحسدوا البلاد ويتصوروا انه كي ربي ينعم علينا تفرهد خاطر هما يتمنون الجفاف حشات ونحن كنا خايفين ساعات الماء كي نمشي البلاص نلقى شويه ماء حتى كدبابس نفرح يودي الان انا الهني انا يعني والله يا سيدي محمد نقول لك انا هبطت مرتين يعني في هالمطر هذه باش ندوش هكاك نحب المطر تبخبخ هكاك تخرج تعمل مارش هكاك ونروح ننكت للدار وحتى الكاست بتاعي يعني وانا بتنفخ والله برافو عليك حسن استحفظنا على روحك استحفظنا على روحك برك ربي يستر اي على خاطر منورنا عشنا برشا وشيخ ربي يطول في منورنا في البرامج التلفزيون تم بعد نرجع لك تم بعد نرجع لك شفتك في برنامج ان شاء الله خير اسم الفريق خليتونا في العلال يا سيدي حسن خليني اخذ توت شويه تحويل الكيس مع هي بالغايب ورجع من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفام أحلى غدو إيفام أحلى راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم حلقة اليوم بحضور الأستاذ القرطاجني ماجد البرهومي الكاتب والروائي واللاعب السابق خالد علي التويتي اللاعب جزء صغير من حياة نتعديه الإعلامية إيمان أجلاسي والصحفية ورئيس التحرير السابق حسنين سيد حسن بن عثمان حسنين باش ما نتعداش بزربة قبل نحن نحكيو على الأمطار والفوائد نتاعها ديما تفكر عرضني مرة هكا تصريح إعلامي ولا ارتيكل قريته لا بلوي افوتي بور نويرا في يوم الأيام صحيت مو تعرف أنت أحمد محمد مصالح تي مصالح بالصالح أحمد بالصالح أحمد بن صالح يعني ما عمل لك تجربتك تعرض وتحالفت عليه الطبيعة مع الشعب التونسي الملقوط أيوة. الملقوط يجي يعمله جر يعني كذا وهو يعني مزيف يعمله أشياء مزيفة وسجلوه كذا كذا ودمروا التعرض يعني فشلوه كيفاش التعرض والبلاد تعاني يعني 79 69 70 71 يعني بلاد عانى تونس تو يحكيوا كنا هالك الناس ما في حمادي بن جبلة يحكي على الزيت والسكر وحمادي بن جبلة من 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 ريف قريب قريتي يعني من ريف قريب القريتي أيوة. وانا بابا عطار وانا نعرف الموضوع هذا بتاع السميد والزيت والصابون والامور هذه نعرفهم جيدا جيدا وماذا كانت البلاد تعاني حمادي بن جبل قالك بعمري مريض مالكش مشكل معانا يا حبيب وضع بيه ثم زيد يدور لي واحد معارض مرة عراقي جاي يهرب من نهر دجلة يا اخي الريح جات ضده ولا مواش قال حتى الرياح ولات بعثيه ولا حاجه من تلوج عليه هم ساعتها في عهد بدايه عهد لادي نويرة وهادي نويرة كان عمل عمايل عظيمه يعني هو اللي دخل الليبراليه يعني قبل الاقتصاد التونسي قبل الاقتصاد التونسي وقبل كذا وكوجهه تو موجود في الخمسين دينار أيوة. الاقتصاد ليبرالي لانه حتى بن صالح المفروض كان محظوظ كان يعني مبارك على البلاد وجهه مبارك صبت المطر لا بلوي افوتيب بور نويرة بور مزالي ايوا نويرة يا حبوك خارق العاده شكرا لك حسنين خاطر عرضتني قلت خلينا نثبتها معك باش نرجع لك على حضورك التلفزي لكن خلينا ناخذ ايمان قبل ايمان تعديت جمعه هذه مع صديقنا عبد الرزاق الشابي في برنامج السهريه الحلقه الاولى على تلفزه تي في العوده الى الكاميرا والتلفزه والشاشه كيفاش كان وقت اللي عبد الرزاق واقف باش يدخل يعمل بريزونطاسيون ديبو وانا كنت في الكواليس جاني تراك رغم اللي مانيش أين لانيماتريس تاع الميسيون فما حنين أكيد ست سنين غياب نحيي برشا من قلبي اللي عبد الرزاق خمم فيا ست سنين غياب؟ ست سنين غياب على التلفزة من آخر ظهور ديسمبر 2016 وعبد الرزاق نقوله كيما العادة أنت القلب الطيب اللي تخمم في غيرك اللي أنت اللي تحب الناس الأخرين تنجح أنت اللي ما تخافش من أسماء أخرى أنت اللي اللي تتبنينا حتى معنويا انت اللي تقول كلمه طيبه عبد الرزاق حتى كي تغيب عليه سنوات اول ما يغزر لك يفهمك مرتاح ماكش مرتاح يعرف يقرا الناس حكيت على الفريق سلمت عليكم المجموعه الكل حكيت على حياتها ضحكت تاثرت بكيت الناس الكل يسالوا فيها عليها كيفاش بكيت اليوم بكيني برشا عبد الرزاق بكيت في البرنامج عبد الرزاق يصلح للمهام هذه الخطيره بربي عبد الرزاق يعرف يقتحمك على خاطر وما تنجمش تكذب قدامه على فكره معني بخلاف ان الكاميرا وجمهور وكل وقت اللي يغزر لك ما تنجم تقول كان الحقيقه والله خارق العاده تحياتنا لصديقنا عبد الرزاق الشابي وتحيه ايضا لصديقنا رفيق بوشنيق الرف ماك كنت موجود في الرف ماك سي ايوه تتفرج انت ساعه في الرف ماك ولا
اولا انا كي نخدم انا محترف فراي وحقيقي نعرف عندي 40 عام ايوه اذا يعني كي نخدم في بلاصه يلزمني نعرف كل برامجها ونعرف كل منشطينها ونعرف شنو هي لغتها وشنو هي توجهاتها باش نظلي مستوعب حيث انا باه فسي حسن بن عثمان نورتنا في البرنامج هذاك وفضحتنا باش ما نقولش كلمه اخرى كيفاش تكون معاه وهو كذلك كيفاش تهز التليفون في المباشر هذاك وتحكي وعديوها وخذاوها مالي انا زاد ايضا ريت هذا خلطت عليه والله بس يعني به به فرحانه اللي ريتها مو يعني شو نقول لك الرفماغ ايوه الرفماغ يعني ما نعرف بعضنا بعضا جيدا جيدا به ولكن ماذا انا هو جاب يعني وراني نعمل في تليفونه وراني نعمل في مره اخرى في تليفونه اي في شمسه في وانا حبيت نقول يعني ما انا قصرت تقصيرا معيبا ايوه الرفماغ ايوه الرفماغ اين التقصير لانه يعني سبق ان يعني معنا استعملت التليفون يعني في كثير من المنابر الاذاعيه والتلفزيه وخصوص التلفزيه أيوة. ومن ذلك مع الهدي زعيم وغيره وغيره بيه؟ ومع اخونا محمد امين قارة الحاج محمد امين قارة وغيره اذا يعني حبيت نقول له ولكن هو يعني بصراحه لاحظ ملاحظه يعني ملاحظة معيبة بالنسبة لي ألا وهي قال حسن بن عثمان يعني يتصور روحه في الصالون بتاع داره أيوة. يعني وهي يتكلم يعني في الإذاعة بهكذه الطريقة أنا يا راف يا ماخ اسمعني يا ماخ يهديك اسمعني أنا عندي 40 عام مش الصبة الأخيرة نتاع الإعلاميين اللي جاوا في الثورة اللعينة المنحوسة السوداء كي وجوه بعض الإعلاميين فهمتني راني أنا قديم نعرف وقتاش تكون في العالم وقتاش تكون الصالة وقتاش تكون الجنينة وقتاش بيت الفراش والنوم ومقتاش بيت الراحة ونعرف أنه فهم البرامج لا ترتقي إلى بيت الراحة مع ذلك فإنني يعني مناسب باش نسلم تسليم حار على الفريق العظيم الجميل فريق اللي مع الرفماغ بربي حمد ذكرهم بالاسم باش تعرف أنه قداش نبدأ بفتح المودي العظيم ومع يعني أخونا ذاك محمود البارود أيوة. ومعك زياد المكي ونرجع من هكا نلقوا حاتم بالحال أيوة. ونلقوا مقداد السهيد وسونيا اليونس وسونيا يونس ومولاي الصغير بالحرام فريق وكان يعني ضبطه كفريق وطني ما ياخذ كأس العالم ولكن للاسف جايب انا المغربيات اما حاب نقول لك في الاخير ايه؟ انا ولو الاخوانجيه مغرومين بي ويتبعوني برشا ويلوجوا عليك باش نعمل نحك خشمي واللي نطلع يعني هاي ناي فهمتني شنو الربط وانا حاب نقول الكلمه الاخيره للرفماغ بعد السلام الحار اليه ايوه نقول له يا راف راهو الديابلو يسلم عليك أيوة. الديابلو معناه الشيطان أيوة. ويقول لك سآتيك في المنام إذا فرق جيد واضح شكرا لك نسلم برشا على الرفماغ الفريق الكل نسلم برشا على صديقنا الرفيق بوشنيق زادة وعلى المجموعة ككل المنسي أميمارة سمت على التلفزه هو فريق التلفزه سونيا اليونس ماهيش في سونيا اليونس سونيا اليونس سونيا سميتها سميتها معك انا يلا اليوم هو 18 ديسمبر اليوم العالمي للغه العربيه تحكينا عليه توت سويت ايمان اليوم الذكرى السنوية 50 لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة واليونسكو تشيد بتأثير اللغة العربية في التحولات المجتمعية من خلال الشعر والفنون والحوار بين الثقافات هذه السنة باش يتناولوا للنقاش الفلسفة والشعر اللغة العربية والفنون البصمة العربية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والغاية من الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية السنة هو إبراز أهمية اللغة العربية اللي تكلمها يوميا ما يزيد عن 400 مليون نسمة ما ننسيوش أن اللغة العربية هي لغة القرآن وإحنا نحب ديما نقولوا اللي هي لغة أهل الجنة وأيضا هي لغة يعتمدوها عدد من الكنائس المسيحية في المنطقة العربية ووصفت اللغة العربية لقرون بلغة السياسة والعلم والأدب واللغة العربية أثرت في عدة لغات نذكر من بينها اللغة المالطية الإسبانية التركية وغيرها نذكر أنه من عام 1973 يوم 18 ديسمبر تقرر أنه نحتفل باللغة العربية على أهميتها كل عام واضح ماجد البرهومي تسمع اللغة العربية وتقريبا 50 عام نحتفل بها شكرا لك يا مانتك صح
50 عام احتفال باللغة العربية شوية ولا ذكرى مهمة ولا؟ شوف ذكرى مهمة أكيد، لأنه وأنك تفرض اللغة العربية في الأمم المتحدة أعتقد ليس بالأمر الهين في عالم، معناها نشوفه احنا حتى في القضية الفلسطينية كيف العالم العربي معناها يوضع في الزاوية وتم إهانته على مرأة ومسمع من العالم، ولا أحد يحرك ساكنا، وفي ظل هذا الوضع المزري معناها تبرز اللغة العربية وتصبح لغة رسمية في الأمم المتحدة. أعتقد حدث هام وهام جدا، وإن دل على شيء فهو يدل على أهمية هذه اللغة، وأنه ما زالت لغة حية رغم معناها مرور كل هذه معناها القرون على معناها ظهور اللغة العربية في الشرق آسيا. على فكرة محمد معناها العربية أهم من الفرنسية، الناس ما الفرنسية ما عندها حتى وجود أو أثر في بلدان شرق آسيا، تمشي اليابان الكوريا للصين الغير وتلقى الناس تحكي العربية كلغة ثالثة أحيانا بعد الإنجليزية واللغة الأم، لكن الفرنسية ما عندها حتى وجود. أعتقد أنه الأماكن الوحيدة اللي مازالت الفرنسية عندها فيها وجود هي بلدان شمال أفريقيا، وحتى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بدأت تتخلص تدريجيا من هذا العبء والإرث الاستعماري الفرنسي. وبالتالي فمعنى مهم جدا وأنه نولي هي اللغة العربية المكانة التي تستحق. اليوم هل قادرين مثلا نعملوا حوار كامل بالعربية شبابنا اليوم ولا اللي تخرجنا واللي قرينا المشوار متاعنا الأكاديمي، قادرين خالد نعملوا حوار كله باللغة العربية؟ فما حاجات صعب محمد، فما حاجات وليت مغروسة فينا اليوم. أنت ما تنجم تقول فرشيت، أعطيني فرشيت، جاي من كلمة فرشيت مثلا، تقول كلامنا الكل ولا يمشي في الفرنسيز، فهمت كيفاش محمد؟ فرقيت ساكس كل حاجه بعض الكلمات وفرشيت هذوري ماخذينها من الايطالي حتى من الفرنسي وطابل حط فلوس على حط الفلوس احط الماكله على الطاوله معناها طابل. فما برشا مصطلحات ايطاليان، احنا نقول جيب ربي لوتشيانو طابل طابل بالطاليان طابل لا طاوله نقولوا طاوله نحن اي نقولوا طاوله جاي من كلمه طابل ايوه لا طاوله طاوله بالعربيه عادي يا خالد. فما برشا كلام يا سيدي انت بالعربيه الفصحى قلتوا باش نعطي الكلمه الحسني بالعربي، قول باش نعطي الكلمه للسي حسن بالعربيه الفصحى. ايوه حسون هيا بر امشي حسون بر الزمز هيا حسنين باهي يا اخي ما بنقيتهاش نرجع لك حسنين. والله كنت ارجع لك نرجع لك هي خليني نعطي للناس اللي يسمعوا فينا وقيت ابلكيشن تعمل 66 كيف وقيت لفريات المزيانه توت سويت. أي سيدي وانتم تسمعوا فينا نفكركم إندرايف ثاني أكبر تطبيق تحميل في العالم لخدمات التاكسي ويعمل في أكثر من 45 دولة. تتمتع إندرايف أقل رسوم عولمة في العالم بنسبة 10%، ولكن في تونس هو مجاني إلى حد الآن باش السواق يتمكنوا من تحقيق المزيد من الأرباح. الميزات رائعة هذه تشجع للانضمام الإندرايف. تقول لي كيفاش ينجم السائق ينضم للتطبيق؟ سهل برشا، ما عليك كان تهبط التطبيق وتعبي نموذج التسجيل، ولا ببساطة تتواصل وتتصل بإندرايف عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة على فيسبوك ولا إنستغرام وتكتب إندرايف وتحاول تتواصل معهم وهم باش يعاونوك على عملية التسجيل، وهكاك تولي واحد من فريق إندرايف. سهلة برشا، نعود نفكركم إندرايف هي الابليكاسيون الأكثر ثاني أكثر ابليكاسيون تحميل في العالم، كيف ما قلت تنجموا تكونوا انتوما يعني مجرد قلم برك بضغطة زر وبسرعة. نرجع لك حسنين. هو سيدي محمد قالت للوج على ممتاز مقولة، يعني قريت مرة يعني شيء شعري لمحمود درويش في أحد قصائدي يحكي عن اللغة العربية. أنا حبيت لوج لك وبارك الله في إيماني جابت لي القصيدة، شو يقول فيها القصيدة هذه على اللغة العربية؟ جميلة جدا جدا هي اللغة العربية كما قال ماجد، أنا مش حمل نزيل عليه والحديث يطول حول يقول وحدي وحدي كنت وحدي عندما قاومت وحدي وحدة الروح الأخيرة، لا تذكر الموت فقد مات فرادة أو عواصم، سأراك في قلبي غدا سأراك في قلبي وأجهش يا ابن أمي باللغة، لغة تفتش عن بنيها عن بنيها عن أراضيها وراويها، تموت كل ما فيها وترمى في المعاجم، هي آخر النخل الهزيل وساعة الصحراء، آخر ما يدل على البقايا كانوا، ولكن كنت وحدك كم كنت وحدك تنتمي لقصيدتي وتمد جندك
كي تحولها سلالم أو بلادا أو خواتم. كنت وحدك هو يحكي الآن للفدائية يحكي ولد بلاده الفدائي الفلسطيني اللي هو وحده يعني منزوع من المساعدات من كل الجهات وحده يعني وحنا كل شيء نحبه لمواجهة المصير ماذا بينا ربطوه الآن بالرهن بالضبط بالقضية الفلسطينية. شكرا لك حسنين. أنا مش نتعدى المجد البرهومي حكينا على اللغة العربية عروقها وجذورها لكن نحكيه أيضا على تاريخنا في تونس سورة القيروان بصراحة واللي صار فيه والناس اللي توفيوا إن شاء الله ربي يرحمهم وربي يصبر عائلاتهم لكن حدث مسنا وخلينا نحكيه عليه أكثر مع ماجد البرهومي توت سويت. طبعا محمد حدث معناها محزن اللي صار معناها وأنه أولا وفاة توانسة معناها نترحموا عليهم بالمناسبة هذه ربي يرحمهم وثانيا معناها صور تاريخي معناها عظيم اللي أول حاضرة إسلامية في شمال أفريقيا معناها ليست مدينة هينة الحاضرة التي انطلق منها الفتح الإسلامي باتجاه بلاد المغرب ونشرت الإسلام والمذهب المالكي حتى في أفريقيا جنوب الصحراء وانطلق منها الفتح إلى الأندلس صح. وكانت عاصمة معناها كعاصمة ولاية أفريقية الأموية والعباسية ثم معناها عاصمة الدولة الأغلبية ثم جزء من الدولة الفاطمية مع صبر المنصورية نسبة للخليفة الفاطمي المنصور وعاصمة الدولة الصنهاجية أيضا معناها باش نعرفوا أهمية مدينة القيروان وأهمية هذا الصور العظيم الذي معناها سقط فجأة. أعتقد أنه ثم زوز أسباب لا ثالثة لهما إما وأن الصور هذا تقادمت كثيرا وثم تقصير معناها في الترميم أكيد في العناية وصيانته كذا طيلة السنوات الماضية أو المقاول اللي متعهد بعملية الترميم معناها ثم نوع من التهاون أو نوع من عدم القيام بالواجب في معناها صيانة هذا الصور. وأعتقد أنه صور مدينة القيروان هو من الأسوار القليلة التي بقيت معناها في الجمهورية التونسية في المدن التونسية الكبرى قعد على ما أعتقد صور القيروان صفاقس وربما سوسة فقط سوسة. بنزرت إلى حد ما مش الكل زادة مقعدش مستير زادة فيها شوية والمحزن هو الأكثر معناها إيلام هو صور مدينة تونس اللي غير وجه المدينة تماما معناها لو تشوف صور القديمة كيفاش كان صور مدينة تونس كيفاش كانت القصبة متاعنا معناها بالتوكل المعالم الكبيرة اللي تم معناها القضاء عليها أعتقد أنه من حق كل تونسي وأنه يحزن على الوضع الأثري في البلاد التونسية معناها حكينا على قرطاج أخذينا بعض اللوم نحكيه على الحضارة الإسلامية توا وعلى الدول الإسلامية التي حكمت هذه البلاد من الشمال إلى الجنوب نشوفوا أثارها كيفاش مش تحظى بالقيمة اللازمة عنا حتى أثار الدولة الحفصية اللي تم معناها مسحها تقريبا بصورة نهائية في المنطقة العمرانية الشمالية مقعد كان شوية أثار في مدينة العلوم فقط للمكان اللي كانت تهبط فيه مياه الحناية لكن القصور والكل متاع الدولة الحفصية وأثارها تقريبا مسحت بالكامل في مقابل مباني حديثة معناها ما أنزل الله بها من سلطان بالضبط. فأعتقد عنا عدم احترام معناها للآثار متاعنا في تونس وعدم عناية كما يجب مقارنة بدول أخرى كنشوفوا مصر بصراحة ما نجمو كان نحزنوا على وضع الآثار في تونس واضح. شكرا لك ماجد خال والله نقترح برنامج محمد قبل وقوع الكارثة علاش الناس ما تصورش حاجات كما هذوما ويبعثوهم تبدأ برنامج في التلفزة في برشة حاجات مش في سور في برشة حاجات تعرف اللي بيشير كيرث علش ما نعلموش ونحضروا الواحنا مقبل برنامج اسمه قبل وقوع الكارثة على العلم اللي هذا رأوا خالد يتوفيه وهما في عملية ترميم رأم هما وقت الأشغال القائمة نحكي لك احنا مثلا محمد ديما فما حاجات ساعة قبل ما تصير كنصلحوها ينجب هذا كان صلحناها قبل ما يصير الترميم وقبل ما يصير كل شيء وما صاروش موت واضح. حسنين عندك تعقيب على الموضوع مستحفظ بيها التعقيب الحقيقة ولكن حم نقول معلومة أيوة. اليوم نهار الاثنين الألكسو أيوة. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يعني فما 17 دولة يلتقيوا اليوم مع بعضهم يعني حول هذه المواضيع مبرمجين الاجتماع قبل ما تحدث العملية هذه ووزير الثقافة لأنها يعني من العملية هذه تحت يعني نفوذها الوزاري طبعا واختصاصها زادة هي اختصاصها شخص قالت لنا يعني معناها بارك الله فيها قالت لي ارتكب خطأ سنحاسبه وعلى ذكر هذا معناها قلت لك اليوم كذا وتدخل واحد من فلسطين في الموضوع هذا في هذه الندوة في هذا الملتقى ملتقى رسمي عربي حول صيانة المواقع وترميم المعالم الأثرية
دخل واحد من غزة من فلسطين ويحكي على المعالم التاريخية والتراثية اللي تدمر فيهم إسرائيل بشكل لا يمكن تصديقه ولا تخيله، وذا جرائم ضد الإنسانية له على كل مستوياته. وذا إسرائيل المفروض المحامين العرب محامين تبو ياسر يعني في عنا برشا محامين العرب وكذاب كذاب يعني يعملوا يعني قضايا بهالجرائم هذه اللي تتم. قناة الجزيرة قدمت قضية في جريمة حرب في قتل المراسل متاعها لما وائل دحدوح، هذه مراسل متاعها وفهم مسكينات تو مسكين احنا السور متاعنا ذا السور القيروان بلاش مراسل متاع الجزيرة هاي خلي إيمان بسرعة يظهر لي محمد وكأنه احنا عنا عدم وعي كتوينسة نحكي قبل ما نمشيو للسلطة عدم وعي بالتاريخ متاعنا بأهميته. ريتشي انت مثلا وجوه معروفة تصور في مناطق تاريخية تقول شو محليه ولا انستغراموز معروفة موجودة في متحف ولا تقولين اليوم شي تلكذي ما نشوفوش نشوفهم في قهاوي في دي ريستوران يعني احنا تعديو بجنبه على فكرة في قصر الجم تعديو بجنبه هكا السورة ذيكا ولا المتحف هذيكا ولا القصر هذيكا ما نعطيوهش أهمية وما نعرفوش تاريخه وما تربيناش على محبته وكي نلقاو حد قاعد يحط في فضلات ما قولولوش نحيرة وذيكا تاريخ. ثم بالنسبة للسلطة كما قال سي خالد علاش احنا نخليو حتى سوري تيح على الناس مو عنا ناس مختصة تعرف تقول لك السور هذيك لو كان ما يتصلحش راه بعد 10 شهور من توا يتيح دونك احنا نستبقوا دونك يلزم من شيرة السلطة ما عادش تعاود هذه على خاطر هذه فضيحة عالمية ومن شيرة أخرى صغيرات اللي قاعدين توا يقراو نعلموهم كيما حب الوطن حب التاريخ متاع بلادك وكل حجرة في بلادك راهي عندها تاريخ وعندها قصة شاهد على وعلى فكرة القيروان راهي مسجلة في قائمة التراث العالمي اليونسكو هاي المصيبة وين أي بالضبط يعني بالضبط المفروض وأنه ثم اعتمادات تصبلها لصيانة المدينة والعناية بها معنا. يلا باش نمشيو للميدان اختصاصك حسنين نحكي وتود سويت على باب المندب شنو هو سيدي محمد شحب تقول يعني قراءة استراتيجية لما يحدث في تلك المنطقة هذا ميدان اختصاص عمل لي الملاحظة الأولى اللي عمل ذلك يعني قبل أن تجيب ديو الجمعة بنديب سي حسن المندب. هو يا سيدي حشانة من ديب حشانة يا لطيف حشانة من الصياح أيوة ولكن هذا باب المندب الآن يعني العالم كامل يندب على باب المندب أيوة باب المندب هذا مضيق يعني مذهل يعني طوله جي 30 كيلومتر ويعدي في الفريك مشيان وجيان أهم الطريق اليوم أصبحوا وشيخ مش هو من أهم الطرقات في الكون ويوميا يا سيدي محمد قال تتعدى منها 57 قطعة عملاقة قطعة عملاقة بحرية خمسة وأكل حاوي أكل البابر هذوكم الكبار اللي يهزوا الحاويات ويهزوا ترانت أي 57 في اليوم معناها 21,000 في العام واحد بالضبط 21 يعطيك الصحة مهمة روى على فكرة نفس الطريق هو بيدو باب المندب قناة سويس مضيق صقلية بين تونس وإيطاليا ومضيق جبل طارق طريق واحد تقريبا نفس السفن اللي تعدى على باب المندب تتعدى قبالة السواحل التونسية هاي مال فلوكة وقصد ربي لا سنة يعني خلينا من هذا هذا باب المندب ولا يندب في الملاحة العالمية بعد محله قناة السويس 1800 وندريش كيفاش حسيلوا حكاية كبيرة يعني على الملاحة الآن ومانيش حم نتوقف عندها المفيد الأيامات ما قلتك متبرنش على القضية الفلسطينية كل ما يهم القضية الفلسطينية الآن نحب نشوف والحوثيين وخصوصا اليمنيين أهل اليمنيين العظماء هؤلاء كي نحكوا على اللغة العربية رأوا إذا كان سنة اليمن يعني ما فهمش لغة عربية أيوة فهمتني رأي ذيك هي اللغة العربية والفصيحة وكالجام تاع اليمنية والقمة العربية القمة العربية أيضا يعني جاي ما غادي ناس من الألطف خلق الله والقات اسمه ولا شنو هو القات القات ذيك يعني تخزين القات أيوة حاجة مذهلة واحد يحط يخليوه في فمه حسنين يحط سره في اي خليوه سر هذاك اللي في الفم حسنين في الفيديو هذاك الفم وظل يتسحلب فيه انت قطره 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 وساعات يحطوا بحذاهم مبزقه حشاك ايوه كل واحد مبزقته وظل بعض ما كذا يرق حسنين نرجع خوك استعملت يا حبيبي ما نعرف يرحم والدي ظهر الاثار هذه من بطولاتي في التاريخ الاسلامي يا اخي المعاصر فهمت يا سيدي محمد باب المندب هذا يا سيدي معناه عنده اهميه قصوى وكل الحوثيين وكذا ما هو يا اخي هاجوا عليهم الناس يقولوا الحوثيين تبعين ايران وحلفاء لكن خلينا نسالك حسنين اول مره يستعملوه باب المندب كوسيله ضغط
والله يا سيدي محمد بارك الله فيك، هذا سؤال خطير جدا. انا حسب ما طلعت وقع استعماله 1973 أيوة. في الحرب ذيك يعني حرب اكتوبر 73 اليمنيين في ذلك الوقت ايضا وسدوا باب المندب ووقفوا المنح البحريه في العالم كامل سد واحد. ولكن المشكله وين يعني توك يعملوا هكا؟ نحن سمعنا بهم النهارين بواخر وحصلوا جنوها قالك اي باخره واللي اي موتور واللي اي واحد واللي اي فلوكه ماشي لاسرائيل هزنا سلعه لاسرائيل نفشخها. والا علاش قالوا هكا؟ شوف العظم نتاع اليمنيين، شوف العظم نتاع اخلاق العرب. لانه اخواننا في غزه ما يدخلهم شيء، اذا غزه ما يدخلها شيء، انتم يا اسرائيل ما يدخلكم شيء حتى شيء. وبارك الله في الحوثيين ويرحم والديهم. هوني سؤال اخر، هل اليمن زاد باش تتذر من هذايا؟ هذا هو بارك المخبراء اللي انا قريت عليهم الحقيقه تبعت الموضوع هذا. الخبراء يقولوا راهو اسمعني، يقولوا راهو فيه امكانيه للتاثر السوق اليمن، خاطر اليمن 90% من المواد اللي فيها سيدي محمد تاتي من وراء حدودها. هي براتيكمون توا ما تنتج الا يعني هذا القاعته اللي نبات القاعته هاك تري فرض اللي عندهم شويه ماء هنا يزرعوا بها ويقعدوا يخلخين بالقاع، فهمتني؟ هل يعملوا الحرب. ايوه. وسؤال اخير، علاش اسمه باب المندب حسب التاريخ؟ هو فهم برشا يعني روايات في الموضوع، ولكن يعني معناها قديما يقال العرب القدامى كيف يسموه باب المندب. هو مو كانت القاره الافريقيه والقاره الاسيويه مع بعضهم متشابكين، هو هل المضيقات هذه هي جراء تصدعات تاريخيه طبقات الارضيه الأرض. اذا يعني معناها كانوا العرب قالك بكري يهبطوا لك جهه الاثيوبيا والبلدان هذيك ومعناها يسبوا النساء والرجال والنساء والنساء خصوصا كي معناها يوصلوا لباب المندب ياخذوا الفلوكه هم ويقطعوا وهذاك يعني يقعدوا يندبوا صغارهم. ايوه. فسمي باب المندب. هذه روايه من الروايات، في روايات اخرى في الموضوع أخرى. ولكن انا بالنسبه لي هذا كل حبيت باش نحيي اليمن، اهلنا في اليمن واهلنا في السودان وراي راهو كي تعاني فلسطين كلنا نعانوا، العرب الكل يعني، والذي سيحدث مع النتائج التي تتم في فلسطين سيتاثر بها جميع العرب والمسلمين والانسانيه جماعه. الامريكان ومن الدرك من الامريكان ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ يقولون هذه ما حرب مفصليه ونحن يعني هكذا الانتصار على حماس لازم يقول انتصار حماس هذا مجنة توم انتصرش على حماس كي كانت ما عندها بندقية يعني مكحل أيوة. توا يعني حماس كذا يعني هؤلاء الناس مجانين يتكلمون في حاجة ماهيش معقولة مستحيل واضح. يستحيل ينجموا يقضوا على الفلسطينيين لا حماسيين ولا صاعقين توما توا الآن هذه حماس رافع شعار مثلا الإسلام أو حركة إسلامية أخي توا تصورت الحركات الأخرى الشيوعية والعلمانية والدرشنية والنظرية الفلسطينيين دائما في كل موسم وكل بصالي لحظة يتحركوا مع بعض جيب لكم فدائيين ما دامت فلسطين مظلومة مقهورة يا اسرائيل قتلتهم بالجوع راي بالجوع مش واضح. شكرا لك حسنين. هيا بعد شوية يبدا الربح بمناسبة عيد ميلاد اي اف ام لا 12 تكلمون على 31 380 الف من بعد شوية الربح يستنى فيكم. احوال الكيس تود سويت مع ايه بالغايب وراجعين. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوز مع محمد الخميسي على إيفان أحلى غدوة. يا فهم على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم وقيت الربح وقيت الكادوات من اليوم حتى النهار 26 ديسمبر. الربح ديما يستنى فيكم مع إيفان. تود سويت نبتهو بأول كادو لليوم. أي سيدي معنا بالتليفون مدام فاطمة بن صغير. مدام فاطمة مرحبا. عسلامة، أهلا بكم. لاباس عليك؟ الحمد لله. منين تسمع فينا مدام فاطمة؟ من تونس. باه، شنو تعمل في الدنيا؟ موظفة. باه، تو في الخدمة مالا ولا خرجت؟ لا 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 ما مشيتش اليوم. آه اليوم ما مشيتش، وبعثت ملادي ولا ما بعثتش؟ لا لا كونجي. كون. مع العطلة مع الصغار. خارق العادة. أمور قانونية. قانونية هذيك اللي عندك القانونية على خاطر راهو مرحلة تطهير الإدارة عايشين فيها نحن توا راهو مرحلة شنو؟ تطهير الإدارة راهو.
ليلي اللي امورنا واضحه امورنا واضحه والحمد لله. اي مدام نلعبوا على انشيك كدوب قيمه 200 دينار من هدايا فيزيون فواياج. كان جاوبنا على السؤال وبصراحه سؤال صعيب برشا. السؤال يقول الدوامه بلوس هذا البرنامج اللي قاعده تسمع فيه توا الموسم قداش هذا على اي اف ام؟ نعطيك احتمالات. الموسم الثاني، الموسم 22 ولا الموسم 42؟ ثاني. الموسم الثاني 42 صعيب؟ 42 صعيب، 22 صعيب. و22 صعيب. دوامة بلوس هذا هو الموسم الثاني. مبروك عليك مدام فاطمة. مبروك عليك. كان شيك كادوب قيمة 200 دينار. مصعب وسويل صعيب برشا. هيا مدام ان شاء الله كل عام وانت حية بخير. كل عام وانتم حيين بخير ومتألقين يا فين الكل. ربي يخليك. انت حابه تسلم على الصغيرات، حابه تسلم على العائلة؟ عندك الكل. سلم على يسمع فيها الكل ونتمنى لهم الكل عام مبروك ان شاء الله. ان شاء الله ربي يخليك مدام. شكرا ليك. فكركم اللي فيزيون فواياج هي لاجونس دو فواياج اللي تنجموا تعملوا فيها لي ريزيرفاسيون، تشريوا تسكر الطيارات ونحضروا لكم السفره نتاعكم والا عطلتكم. كل شيء موجود على كارت، موجوده في تونس وفي جميع انحاء العالم. تنجموا تزوروا السيت نتاعنا فيزيون فواياج www.visionvoyage.com.tn. رؤيه اخرى للفواياج. من الفواياج حسنين، حبيت نسألك بالمناسبة بمناسبة هذا السؤال أيوة والإجابة الصحيحة والربح أيوة، حاب نسألك بربي سي محمد كي سميت الدوامة أنت قبل يعني بلوس هذه، يعني إيش تقصد الواه سميتها؟ علاش مش الدويخ؟ خاطر ما مشيتش وقتها لقات وقتها نزلت في تونس. خليني ناخذ الترند حسنين ونرجع لك تونسويت مع أيمن أهرب. تعلن بيلبورد العربية أنه شيرين تحتل المركز الأول في قائمة أفضل 100 أغنية، وبرغم الأغنية صبري قليل عمر 20 سنة. دونك انا عرفت لي عمر 20 سنة قلت يا قداش مازلت صغير. أيوة 20 سنة صبري. شفت الدنيا تجري والله. الأغنية تعرف كلماتها شوي مين تعرف؟ أي تقول أنا لقاية أقول لك ارجع اسمع علشان أنا صبري قليل كل مرة تهرب قرب على إيه أنت مسهرني الليل. أيوة. حلو بيه خرق لك. هاي كمل ظهرت الابتسام على وجه شكون في الفريق. مو سبونسر متاع الفقرة عزيز من فرحو سي ماجدي بيه بي دونك توقت على أكثر من 90 غنية الغنية هذية، ومن بين أغانيها الأخرى زيدة الأكثر استماع هي الوتر الحساس وكلام عيني. ورغم التسويق الكبير اللي عملته نانسي عجرم مقارنة بشيرين إلا أنه في الترتيب يجي في المرتبة الخامسة بعد المصريين أحمد سعد وعمرو دياب وفنان اسمه مروان بابلو وغراندي توتو. دونك شيرين جو كخوا حتى الطليق مراهيدي مع حسين ساهم أقوى ماركتينج. عرفت احنا نحبوا المرأة تلقت دونك ما تعرف العرب يحبوا شوية فضايح. دونك هذه كانت لها أقوى تسويق جراتيس معناها. تسمع سي حسين ها وشيرين طلقت قتلك. هي يعني ان شاء الله مبروك على شيرين وعلى المطلقين والمطلقات. ايش دخلني في امها؟ هي واللي في بوها ايش دخلني؟ الراجل عذبها مسكينه. عذبها راح على ربعها يا اخي اخذوا بعضهم. يقول لي نرجسي. انا ما خذيتهاش شيرين وعطيها لي ونقول لك تستحق العذاب ولا تستحق. والله طيبه. عذبها عذبها ما جابلهاش حاجه دياموند كل شهر تسمعها عذبها. سلفت عليها هي وسرقها. حسام حبيب فنان هو زاد راه اسمه حسام حبيب. حسام كان الفنانين يعملوا هكا الهمج ايش يعمل؟ ماجد يعني خبر شيرين طلقت ما طلقتش؟ لا والله محمد مش كيما الناس اللي زايدوا معناها ما يعنينيش بالحق معناها مش كيما الناس اللي زايدوا ثم أي برافو عليك. ناس تزايد ساعات برافو عليك. لما انا بالحق ما يعنينيش معناها بكل مال كلمه من معنى مانيش باش يزيد وشنو باش ينقص فما شكون يزايد في المجموعه؟ مش في المجموعه انا كان الناس البر كمل ترند ثاني ربي يفسروا لي من بعد اي في الاوفتا وترى العرض كمل لي نمشيو لاليسا زيد ديما نحكيوا على الترتيب حسب منصه انغامي للموسيقى الرقميه. اليسا هي الاكثر استماع في اغلب الدول العربيه لسنه 2023. وشكون صحيت وشكون ما تقولش لسه فوالا شكون اليسا قبل شكون؟ قبل شكون ايش على بالك اليسا في الترتيب قبل شكون؟ في الترتيب مين؟ حيث الاستماع انغامي كان تحكي لي في المناطق العربيه في ترتيب الزواج تقول لي شكون الراجل اللي حم اقول لك انا يعني ما انا يا اخي انا مختص في لا لا ماكش مختص ماكش مختص لا عندنا المختص خويا في الفن بل الفنانين الكل نمر واحد رايشيت
نمر واحد دون قبل الفنانين قبل أم كلثوم. هاي إجابة سكوب باهي. أم كلثوم. أم كلثوم ماتت يا ماجد حنا باع المال تحكي لي عليه. أم كلثوم تسمع العباد قبل شكون ماجد خالت فنان معروف. هاي فنانة سيدي قلت قبل فنان ولا فنانة؟ فنانة فنانة. هاي فنان شكون جا في بالك قبل رغب علامة؟ قبل رغب علامة ماجد قبل منعرفش أنا. صابر ربيعي. صابر ربيعي سيدي حسن شنو ماكش معانا؟ والله ماني معك. وين كنت؟ يعني خليني اسكت خليني في الدوام. قعدت نقول لك الغنية نلوج فيك الغنية يا دنيا دوري بينا. كيفاش والله لا نعرف. لفي بينا يا دنيا لفي بينا يا دنيا. ايوه هذه هي لازم تكون شعار الدوام. ونحن بما ان في يعني شهر يعني عيد ميلاد الاذاعة هذه عظيمة تنقول لك راش عظيمة في وقتها باه. اسمع سيدي في المرتبة الثانية تجي العظيمة فيروز. اها ليس قبل فيروز. فيروز شنو يا رسول الله شنو فيهاش قبلها؟ فيهاش من قبيلة نحكيو فيه الموضوع. والله فيهاش في فطور الصباح تما في الاكثر غني استماع يا استماع في اغلب الدول العربية والشرق. هذا كذبة كبيرة واللي عمل الخبر هذا يلزم يتحاسب يلزم يحال لجنة الفساد. والله بالحق قسما عظما فيروز. ها هي اللي سكبر فيروز محمد يا رجل. ها هي يا هذه شنو شكون ايش اسمها هو كليم سي حسن راه محب مش غلط فنانية لانه فما بوتيتر يقولوا فما فنانية يدفعوا فلوس باش يتحطوا في مراتب اولى الله اعلم. في الترند شكون جات كان هي الاولى اليسا الثانيه فيروز الثالثه اسالة الرابعه نانسي عجرم والخامس نصيف زيتون. اليسا عالميا المرتبه 167 مع الناس هذوما اللي عمل الترتيب قلت تحيه انا اصلا ما نجراش باش نحط فيروز مع الكوكبة هذه ماني متجيش. الليسة هذه الليسة هذه من الليسة الليسة هذه نتاع اللبنانيين هي بالضبط معناها ترجمة على الليس وهم يزيدها شوية اليسار وكيبوا المرة هذه جابوا لنا واحدة لبنانية معناها وهي على الليسة اللي عملت كرتاج. أيوة عليش اللي عمل كسر. نرجع للساعة الثانية نكمل الموضوع بعد شوية مع ماجد البرومي. خليكم معنا ساعتنا الثانية فيها شوية كرة وفيها تصريح وزير الخارجية بشأن الأموال المجمدة في سويسرا. خليكم معنا راجعين. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفام أحلى غدوة. إيفام على راديو أهلا وسهلا ويا مرحبا نسلم عليكم الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا داخل أو خارج حدود الوطن. هذه ساعتنا الثانية من الدوامة بلوس بحضور الأستاذ القرطاجني ماجد البرهومي الكاتب والروائي خالد علي لوتشان وتويتي رئيس التحرير السابق السيد حسنين حسن بن عثمان والزميلة الصحفية إيمان أجلسي. واليوم محمد عيد ميلاد هارون بن ذياء ولد زميلتنا درسافة في إيفام واحنا في جمعة الأفراح والهدية والكادوات والديديكاس كل عام وهو حي بخير هارون ويدرساف إن شاء الله يتربى في عزك وتفرح به. هارون كل عام وانت حي بألف خير شامبيون ربي يفضلك لأمك وبوك اللي نسلموا عليهم برشا ويحبوك برشا ودرساف تسلم عليك وتقول لك راني نحبك برشا يا أغلى ما عندي. نحن نسلموا عليكم الكل وانتو مزادة أغلى ما عنا والربح متواصل معكم حتى لنهار 26 ديسمبر على 31 380 ألف ناخذوا تليفون آخر وقيد الربح نلعبوا على 200 دينار كاش من إهداء مؤسسة زمام. هيا سيدي معنا بالتليفون السيد نور الدين بن عمار. سي نور الدين مرحبا. عسلام اخوي محمد شو الامور سي نور الدين؟ عايشك عايش خويا لاباس انت ونفسك سي خالد تويتي والحضور معاك الخوي يا ربي يخليك. وين تسمع فينا منين؟ والله انا بسكي ودي لما تاكسي. اه تري بيان ربي يعاونك خويا وان شاء الله ربي يوفقك. اقف صديقي نور الدين باش نجم جاوبني على السؤال ونلعب على 200 دينار كاش. السؤال يقول وقتاش تحتفل اي اف ام بعيد ميلادها؟ في اي نهار؟ لو 26 باهي من اي شهر؟ ديسمبر. لو 26 ديسمبر ما غير شك ديريكت هكا جاوبت سي نور الدين. اي خاطر انا غير صعيب في الاي اف ام ونحبها برشا برشا.
من غير ما نطول عليك مالا سي نور الدين، نقول لك مبروك عليك 200 دينار كاش من هدايا مؤسسة زمام، مبروكين عليك ان شاء الله. مؤسسة زمام لا تخمم ولا تحتار، روضتك ومدرستك تتعمر بأحسن التجهيزات العصرية من أثاث مصمم باش يلبي لكم كل ما تتمنوه في أقسامكم. زوروا صفحة الموبل سكولير زمام أو اتصلوا بالرقم 95 980 980. خالد علي تويتي تهزنا من خارج تونس، نمشيو للسعودية، الحديث توت سويت كرة قدم، نحكي وعلى كأس العالم للأندية. ألور خالد، شعنا في المنيو مباراة الأهلي اليوم؟ الأهلي يلعب هو وفلومينيزي السبع بوقت تونس. الأهلي كان انتصر على الاتحاد السعودي 3 أهداف مقابل هدف، مباراة شفنا فيها تقريبا كل شيء، برشا كورة برشا فرجة. خالد، الميريت ترجع للمدرب، عنده كاليتي جوار محمد، توا فما حاجتين في الكورة في العالم تبدل. احنا توا كي نحكي لك عليهم توا تشوف اليوم كي تبدأ عندك مدرب كيما المدرب هذاك أجور اليوم مثلا في الكورة صنع الألعاب تنح بيه، ولا شكون اللي يلعب لاكسيال وليزارير لاتيرو هما اللي يعرفوا يخرجوا الكورة. الحاجة الثانية وريت شفت انت في الماتشات الكل كيفاش الجمعيات الكل تطلع تعمل بريسين كونتر 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 بريسين، يعني ناس تطلع. والحاجة اللي عجبتني رو اليوم 4-3 و5-2 يزمنا نتعلموا كيفاش ان بلوك كومباكت تاع مصر، ريتم في الترانزميسيون اوفنسيف في الترانزيسيون ديفونسيف، خاطر كي يمشي يعمل كونتر بريسينغ وما يلقاوش رواحهم يعرفوا كيفاش يرجعوا. يعني اليوم وقت اللي تربح ماتش مش بارازار، اليوم ليزونتينور نتاعنا نحن نشوفوا 4-3-2 و5-3-2 اليوم راهو شوف المدرب قداش قوي، عنده كاليتي جوار، عرف كيفاش يوظفهم. راي الاهلي ما ربحتش بارازار، معناها الاتحاد زاد وفلوس وجوارات وجوارات نتاع الاتحاد. شوف جوارات الاتحاد اليوم، راي الكوره الكوره سيرتو سير لو بلان تكتيك تتلعب اليوم تكتيك. انا ديما نقول في الكوره كيفاش تخلط تهاجم بقداش وقداش تدافع. اليوم كي ترى البلوك والاهلي تربح الاتحاد، الاتحاد كي تشوف السوم هذه والسوم هذه الشيء بعيد على بعضه. اليوم الميريت يرجع للانترينور، دور كبير للمدرب، دور كبير كبير بالكدي علي معلول. مجد زدنا نشوف قوه شخصيه الاهلي محمد اللي ديما يكون موجود في المواعيد الكبرى، ثم عقليه انا نسميها عقليه الاهلي بالحق اللي ديما حتى في أسوأ حالاته ديما يكون موجود في الادوار المتقدمه وديما ينتصر ويحقق معناها معناها نتائج كبيره، وهذا اللي مش متوفر في الانديه التونسيه للاسف الشديد. داك البرستيج نتاع الفريق يغيب احيانا في بعض المباريات، وشفنا الاهلي عملناه حتى في كاس رابطه الابطال الافريقيه كيفاش كان في بدايه متعثر جدا، كان باش يخرج بيلانتي بيلانتي مع الهلال السوداني فهمتني كذا، ثم فجاه معناها انتفض واصبح بطل الافريقي. وهذه قوه الاهلي المصري بصراحه. علي معلول نجم من نجوم الاهلي المصري اليوم، في مردود كبير مع الاهلي المصري، لكن للاسف محمد المردود هذا ما نشوفوش مع المنتخب. تقول لي انت يمكن طريقه المنتخب تختلف على طريقه لعب الاهلي، نقول لك ثم مباراه لعبناها مع مصر لعب علي العابدي في كظهير في الدفاع، معناها سكر على علي معلول وقعد علي معلول حر يلعب القدام على روحه، لكن رغم ذلك ما قدمش المردود. هوني مش المدرب زاد عنده دور هل توظيف؟ أنا هنا نقطة تستفهم مانيش فاهم علاش زاد كيما أغلبية التوانسة اللي تسألوا في السؤال هذا ديما وهو خبير يجاوبنا. اسمع ما ينجمش يلعب وقتها العاب دي هو أريير جوش دوميتي ومعلول أريير جوش دوميتي الله يرحمه، قلت له كان جاب رخيصة حايرة وكمل دخل وأريير ثالث نعرض. اليوم يا راو اليوم راو اليوم راو اسمعني اليوم راي الكورة وليت موضة الكورة، راي كورة وقت اللي عندك أريريات يعرفوا يخرجوا الكورة دونك باش تربح. عندي شوف جمعيات كل مانشستر جمعيات الكل يعرفوا يخرجوا الكورة من لي زارير. قبل كانت عندنا طارق نمرو 10 بلاتيني نمرو 10، ما عادش فما نمرو 10. اليوم راهي الكورة تبدلت ولات فما سامحني منتخب 78 زاد لي زارير نتاعنا كانوا قويين برشا. انا قابلت ذويب نهار السبت، قابلت ذويب نهار السبت ذويب والكعبي قعدت نحكي معاه مركب وونتو نتاع فوتبول نتاع اي فوالا اي. لكن محمد توا راهي الموضه نتاع الكوره كل بريود تتبدل اليوم محمد، راهو كل بريود تتبدل، راهو كيف جمعيات كيربحوا في الماتشات مش بارازار. واضح علي معلول مركب بيلانتي بنزيما ضيع بيلانتي، معلول هو اللي قال للشناوي راهو باش يشوت في الكوان هذا، فما الفيديو معناه يوري اي شفته محمد عليه ساعه الاوديو الفيزيوناج الفيزيوناج محمد. ساعات كيبدا عبد مغروم بالكوره ويحب الكوره يتفرج ديما انا نتصور مثلا نتصور
الدكتور علي معلول كل ماتش راه تلقاه يعرف شكون اللي باش يلعب في شيرته. هذا مادام وصل يقول لك شوف بنزيما وين يشوت، تصور انت راه يعرف خاطر الكره راه سير لو بلون مونطال عنده قيمه كبيره برشا. واضح مانشستر سيتي غدو يبدا مشواره في المسابقه، يلعب ضد منتخب ضد فريق اوراوا الياباني، وايضا الاهلي اليوم قلنا يلعب السبعه نتاع العشيه. ناخذ حويل كياس تو تويت بسرعه، ضيفي من بعد خبير في الفيزيوناج، ضيفي اليوم في حوار الدوامه ان اكسبير في الفيزيوناج وهو مدرب ثابت القاهري. تو تويت احوال الكياس مع ايه بالغايب وراجعين. من 5 ل 7 نتاع العشيه الدوامه بلوس مع محمد الخماسي على اي اف ام احلى غدو. يا فهم على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمحوا في تسمعوا فينا. نفتحوا صفحة لقاء وزير الخارجية السيد نبيل عمار مع صحيفة لوتون السويسرية. لقاء ممتاز، ما نعرفش تقييمك ساعة لتحركات ولا جولة وزير الخارجية ماجد البرهومي والعمل الدبلوماسي اللي قاعد يقوم به السيد نبيل عمار. أنا سبق وقلت لك محمد أنه نبيل عمار أنا معجب شخصية السيد نبيل عمار، وكما قلت لك منذ 2011 ثم كان زوز وزراء خارجية حسب رأيي الشخصي معناها أدى واجبهم معناها كما يجب، اللي هما سيمونجي الحامدي في فترة حكومة مهدي جمعة، وثم توا السيد نبيل عمار اللي قاعد معناها قلت لك أنا شخصيا يحتمل برشا ما يتفقوش معايا يذكرني بالمرحوم مونجي سليم في مواقفه الحازمة والصارمة مع الدول الغربية وكذا في عديد معناها المحطات، ولذا معناها قاعد الرفيه قاعد يشتغل في معناها يعمل في عمل كبير ويكسب في برشا احترام معناها لتونس من عديد الشركاء وغيره، لكن اعتقد انه ما يديه مش مطلوقه برشا في السياسه الخارجيه بما انه مقيد، ونعرفوا السياسه الخارجيه معناها وين مصدرها الرئيسي، اعتقد انه عند السيد رئيس الجمهوريه ويلزم يفعل اكثر من معناها. والنقص وين محمد؟ اي باختصار النقص نتاع السيد نبيل عمار هو الدبلوماسيه الاقتصاديه، باقي مازلنا ما عملناش فيها خطوات كبيره برشا، وننتظر المزيد في قادم معناها. من بين النقاط هذه هو الحديث على الاموال المجمده اللي في سويسرا، نحكيه على ما يقارب أكثر من 60 مليون فرنك سويس يعني، وتم استرجاع أقل من 10%. هذا اللي يقوله سيد نبيل عمار، يقول بالنسبة لبلادنا وهو ضرورة استبعاد الطرح التقليدي من أجل إحراز تقدم فيه بما من شأنه توديد العلاقات الثنائية بين تونس وسويسرا. يحكي أيضا على الهجرة الغير شرعية، يقول تونس غير ملزمة بحراسة حدود أوروبا، معناها ما هوش مسؤوليتها ولن تلعب دور الأمن في المتوسط ولن نقبل أن يتم دفع بنا للعب بهذا الدور. يقول تم تحريف تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء وتوظيف ذلك في حملة إعلامية للضغط على بلادنا من أجل القبول بلعب دور حارس الحدود في المتوسط وغيره من النقاط. الحديث أيضا على القضية الفلسطينية ونقاط عديدة. نبدأ مع كيمان، شفت الحوار كامل موجود عندك، أهم ما شدك؟ أهم حاجة شدتني احنا قبل نقولوا لي في عهد بن علي كانوا فما رجال الدولة، معناها فما وزراء كانت معبية بلاصتها حقيقة، مانيش نقوموا احنا نهدموا كل ما صار في الوقت الفايت بما فيهم القناطر اللي تعملت. دونك سيد نبيل عمار كي تقرأ لي الحوار متاعه وتحس رجل دولة متمكن، فما إجابة على بعض الأسئلة وبعض الإشاعات والاتهامات اللي تقالت لتونس احنا نعسوا على الحدود، احنا مانيش بهين مع الأفارقة اللي هوني. دونك كان فما إجابات واضحة على النقاط هذية. فيما يخص أيضا استرجاع الأموال المنهوبة، لأنه فما ناس قالت أنه وقت اللي تفوت توقيت معين فأنه ما عادش تحكي على أموال، يعاود يجدد الموضوع هذية باش يجاوب الناس اللي تقول هكا. يقول إلى حد الآن وصلنا 10% وإحنا عنا أقل من 10%. فوالا واحنا مازال عندنا قديش 60 مليون فرنك سويسري، يعني تقريبا 60 مليون الفرنك السويسي يعادل الاورو تقريبا. فوالا معناها فلوس باهيه لو كان نلقاو حلول معاهم. بيان سور مره اخرى يعاود ياكد على القضيه الفلسطينيه وموقف تونس، ويذكر التوينسه وغير التوينسه انه فما قيادات فلسطينيه ماتت على التراب، استشهدت على التراب التونسي. هذه نقطه مهمه جدا، ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. معناها فما الحوار هذايا تقول دوله قويه وكأنها مستقلة اقتصاديا وغذائيا وغير ذلك، سي فري سي با لو كا، اما مهم انه احنا نظهر بصورة جيدة وكبيرة
وحنا فكا قويين معناها امام الدول الغربيه حتى تحترمنا كما كان يعمل بورقيبه قبل. واضح حسنين قراءتك الاهم ما قاله سيد نبيل عمار وذي الاموال المجمده. مره اخرى يرجع الموضوع ومطروح من 2011 تقريبا ماجد مبات، نرجع لك الجانب القانوني فيه لليوم. الموضوع الاموال المجمده اليوم نحكيه على 60 مليون فرنك سويس، قلنا يعادل تقريبا الاورو. هذا مبلغ كبير، هذا مهم جي نحن رفضنا كل الفلوس اعطونا مره الاخرى الاتحاد الاوروبي اعطانا فلوس ورفضناهم 300 ألف 60 و90 مليون دولار وقلنا ورجعناهم لهم. ايوه انا اولا السيد هذا خلينا نكلمه في السيد الوزير. انا بارك الله في السيد الوزير، علاش انا بصراحه اخذه بجديه لانه هذا ولد وزاره الخارجيه يفهم ايش معناها الخارجيه من عشها. يفهمها يعني رجل متمرن متمرس وكذا، وكان سفير وكان كذا، يفهم العمل الدبلوماسي ويكيف يعني خبرته الان يعني في الخط الجديد نتاع السياسه التونسيه. لو فما خط جديد في السياسه التونسيه فهمتني شو نقول لك انا حكايه هذه معناها ما فهمتهاش. ومن هذه حكايه الاموال المجمده، لا الاموال تافهه تي بزقه يا ودي شيء تعديو عليه تي مش خذي تي بزقه جت منها تلف. اما يجب حتى يبقاش فرانك عند السويس رجع هون. والسيد الوزير كان مش غشاش في كلامي معنا، قال القضية دي مش فقط قضية يعني معناها قانونية وقضائية، إنما هذه القضية تكتسي صبغة سياسية. أمور سياسية لو العلاقات بين الدول ماهيش فقط يعني معناها فواصل وكذا كذا، وفي مجرمون هربوا فلوس تونس في بنوك سويسرا وغيرها، ونذكر نبيل القروي وعطلوا حتى استرجاع، ونذكر نبيل القروي وأخوة خربوا تونس ونهباها نهباها نهباها، والان يتمتعوا بافلام باموالها يعني في باريس. وان شاء الله يعني باريس وغير باريس رجعنا المجرمين هذول في الساعة. تتصور فرنسا تنجم تتنجم ما قلنا سياسية كيف الحكاية سياسية كل شيء ممكن فهمتني وكذا. انت كتونسي مسامح في هذوما حقك؟ لا مانيش مسامح ابدا. شو مسامح؟ اي كتونسي حق المجرمين هذوكم يتسامحوا، خاصه مجرمي الثوره ماكش مسامح. الناس في بالهم يعني معناها قلبنا معناها خرجنا من بن علي حم ندخلوا يعني واحد جونا من اسقط خلق الله درا يعني، واصبح الناس نسمعوا فلوس في الديار وكذا وتوسعات، وناس يعني ولا تعمل عمل خيري بس عمل سياسي بس يعني عملوا لنا اعمال في تونس يعني هنا شيء مسجل ومرتين وخرق العاده. وانا نحب الحكومة ذلي منسجمة ونحب الاستقرار والوضوح الرؤية. ما كانش عندنا دولة وما كانش عندنا هالعشر سنين فما تماهي معناها فما ماشيين فرد مسار خطاب سيد نبيل عمار ورئيس الجمهورية. نبيل عمار يعني عنده رشاقة ولياقة في تكييف يعني خطابه مع خطاب سيد الرئيس يلقوا بعضه في الأخير يعني يتحدثاني نفس اللي معناها الناس اللي يقولوا فما ازدواجية الخطاب ولا مش متفاهمين. لا بدا القضية الفلسطينية وبارك الله فيه ذكر القضية على القضية الفلسطينية. راه تونس متورطة في القضية الفلسطينية مش يعني بلادتها في شيء بلادتها فما شيء بالعدوان شيء تم العدوان عليها من طرف اسرائيل تونس وما ليش مسامحين اسرائيل على هذا الى ابد الابدين. وهم نقول لك حاجه اخرى ما يذكر حد. ايوه يا سيدي نحن نسالوا اسرائيل يجي 10 مليون دولار باه مليون دولار منين 10 منين حكمت لنا الامم المتحده ذيك ومجلس الامن وقت اللي 85 4 اكتوبر 85 او باش نعطيك بالضبط ب 8 مليون دولار وشوي يعني هذه تعويضات للكلمات والبيوت اللي تهد. ايوه هذو منين سلوهم لاسرائيل ولتو ما خلصناش فيهم اسرائيل الا عينا عليها اللعنه وان شاء الله فلوس تونس يعني تخرج قدمتنا في فلوسنا قدمتنا بفلوسك الساخنه اسرائيل لا لا طلع على الدنيا هنا الدنيا ماجد البرهوم. لا والغريب في الامر انه اسرائيل معناها تحكي باسم اليهود اللي في الدول العربية وتطالب بالتعويض لبعض اليهود على الملاك نتاعهم في الدول العربية. معناها نصبت نفسها ناطقة باسمهم رغم اللي ما عندها حتى هذا شو اسمه وزير السياحة نتاعنا اليهودي روني ترابلسي. روني ترابلسي أيوة. كنا روني ترابلسي العزيز يعني آخر ملف يعني تقدم للجنة الحقيقة والكرامة بتاع السيهام بسرين لا كرامة ولا حقيقة فيهم أيوة. يعني آخر ملف هو قدموا أملاك اليهود آخر ملف آخر دقيقة واللجنة تلتقط أنفاسها باش تفهموا بعضنا في تونس راه ونعرفوا بعضنا راه أيوة. فهمتني آخر دقيقة آخر ملف قدم اللجنة بارك الله فيك أي أملاك اليهود التوانسة على عينينا وروسنا هذاك نحكيو فيه مع المواطنين متاعنا من أبناء جنسيتنا. إسرائيل ما عندها حتى علاقة بالموضوع من الأساس بيه؟ فهمتني المهم
نرجع للسيد نبيل عمار وللسياسة الخارجية التونسية في علاقة بالاتحاد الأوروبي. نحب نأكد لك محمد أنه الأوروبيين أثبتت التجربة أو الغرب بصفة عامة يحترم معناها السياسي أو النظام اللي يدافع على حقوقه ويحكي معاه من ند للند. ونشوفوا المغرب في كم من مرة معناها تدخل في خلاف كبير مع ألمانيا ولا مع غيرها، وما معناها ما عندهاش رحمة مثلا في موضوع الصحراء الغربية وغيره وكذا، وتفرض سيادتها بالقوة. ونشوفوا الدول الأوروبية تجري لكسب ود المغرب، ونشوفوا المغرب على مستوى القمة تمشي تعمل زيارة، يمشي الملك المغربي إلى موسكو، يمشي إلى بكين معناها وينوع في الشركاء، وفي إطار ربما ضغط على الشركاء التقليديين. واحنا معناها مازال المغرب مش موضوعنا اليوم نحسبه. لا لا خلينا نحكي عاد، مش ما لقيت ما تخصش عليا اليوم. اسمعني لا عاد، لا عاد اش بك تخص عليا، ما خليتنيش ما نعرفك يا اخي قاعده تتهيل اشياء مشبوهه. واحد يقول لي صلي يا ليه اشياء مشبوهه شني انا مشبوهه يا ولدي، ما خليني والله يضيع لي الفكره، نسيت كنت احسن كنسي نهائيا والله العظيم. نحكي نحب بالعكس انا مع السياسه المغربيه مع فرض اللي هي في الخط الصحيح مع الغرب، وانه تتنجم تنوع شركاتك مع دول اخرى غير الاوروبيين وتبقى تحظى بالاحترام وتقعد شركاتك مع دول اوروبيه. نحترم الجيران، نحترم التجربه المغربيه جدا جدا جدا، ونحترم التجربه الجزائريه خصوص، ونحياها تمام التحية. ايش بيحكي في حكايه اخرى السيد؟ كان برا ما فهمش الموضوع. ان شاء الله خلصت عليك وجاي معناه فهمني. اي بسرعه باش نستقبل ذي في بعد، باش نستقبل ذي في بعد دقيقتين بسرعه بسرعه. الانتخابات المصريه نحكي عليها توت سويت. نبدا معك خالد علي تويتي، يفاجئك ولا ما يفاجئكش الرئيس عبد الفتاح السيسي للمره الثالثه رئيس لمصر؟ مفاجاه كبيره محمد، مفاجاه كبيره كبيره، خاطر مره في انتخابات في امريكا استعانوا بجماعه تونس باش ينظموا لهم الانتخابات. باه يا اخي خرج الزين رئيس في امريكا في امريكا. لا لكن هنا بصراحه توا نحكيو شويه عن النتائج. ايمان نبدا معاك. عبد الفتاح السيسي الاصوات تقريبا وتبعت المنابر الاعلاميه يقولوا انه الظرف حتى ما حدث في غزه خدم مصلحته وخدم عرف كيفاش يخدم، والقوه العسكريه موجوده زياده عند عبد الفتاح السيسي 89.6% لعهده جديده في مصر. فما بالنسبة للدعوة للحملة هذه وقتها تاخذوا برشا طرق عجبتني، اللي هي النجوم اللي الناس تحبهم وراهم كيفاش يدعيوا للحضور والانتخاب، ومن بعد وراونا صور لنجوم مصر وهي تنتخب، وهذه حاجة جديدة فكرة جديدة في التسويق للحضور للانتخاب والإدلاء بالأصوات. في الفترة الحالية مصر ما نجمش يكون عنده خير من عبد الفتاح السيسي، اللي هو بصراحة معناه في لحظة ميرة ومنع مصر من حرب، يعني الكلمة بحسابة في كل وضع السعيب اللي عرفتك أنا مانيش مصرية ونتفرشي ونقول يا رب إن شاء الله ما يغلطش، على خاطر بالحق في لحظة نجم تضرب عليه إسرائيل موقع استراتيجي هما، وفي الحرب هذه أي كلمة غالطة أي ابتسامة غالطة أي هكا تلميح معناها كان ينجم يدخل بلاده في حرب، منع أكثر من 100 مليون وربي مع المسار والكل. كانوا دقيقتين من أخذت دقيقة ونص 30 ثانية بين أحسن وماجد البرهومي، تفضلوا. العدل وعشرين العفو العفو سي أحسن جاب هو 89 فصل 6 خرق لا هو ساعه لازم نفهموا هذه المنده الثالثه نتاعها. ايوه ونفهموا انه يعني من اصوات جاب 39 و739 مليون والشعب المصري في اكثر من 100 مليون معناها اقل من اشترى الشعب المصري شاركوا في الانتخابات. اللي شاب شارك هو جاب اقل من اشترى الشعب المصري بيه. ولا بالنسبه لي هذا رجعنا تو رجعت الامور الى نصابها، لانه انا اميز بين ديمقراطيه العالم الاول وديمقراطيه العالم الثالث. هذه نتائج معقول منطقي يعني يعني الشعب المصري يمر بظروف يعني خطيرة ومسكين الشعب المصري ويزم نعرف وتعرفوا معه، والآن الإسرائيل لسه فيها ساقطة تهدد الشعب المصري، وكان قاعدوا كالخوانجية رئيس تباحت مصر
يا لطيف. باهي حسنين 2004 قداش نحن انتخابات في تونس؟ نحن ولا 2009؟ نحن اخويا نحن اولا بدينا الانتخابات في تونس التعدديه الانتخابيه 1981 باهي حين دخل يعني بالقسوه وكذا الحزب الشيوعي والابدياس وكان التوانسه من ذكائهم يعني عملوا شعار قال لك في الصندوق التونسي كي الحنه حطها يعني خضراء تطلع لك حمراء حطها الابدياس ما هو الابدياس ساعات احمد المسيري خضراء وتطلع حمراء بتاع الحزب الدستوري كذا كذا. المشكلة المأساة في تونس من 81 الآن الموضوع هذا بتاع الديمقراطية والانتخابات وكذا والتوازن يعني مفقود. ومن بعد جونا الثورة اللعينة السوداء وجوها أصحاب الترتيب شعملون يعني يرثوا الحياة السياسية جعلها 300 حزب ويقولوا للرئيس ايش انا تحاول مع 300 حزب شوفوا الأو باش وشوفوا ها بن علي عليهم اللعنة. بن علي جاب 98% مرة علولو بصراحه يحوس غاد ديما ما يعبدش. انا قلت لهم مره قلت لهم يا اخي نقصوا شويه والله حاتم بن عفان الله يذكره بالخير الله يذكره بالخير كان نقصها يعني الحكايه ذي تدرجع في 79 80 كك معقول خلي يعني لا ما فهم منافس ولكن ما حبوش يا اخي خبير 30 ثانيه اي منزلوا لك 10 ثواني مش داي معقول ما لا تعصب اي تفضل سي ماجد اي ربي حسنين وعيط لنا للضيف هاي ايوه شكرا حسنين ولا شو انا نقول على مصر خويا اهل مكه ادرى بشعابها ما دام المنظومه المصريه قال الشعبيه والعسكريه وكذا افرزت الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن نحترم الخيار المصري والتوجهات المصريه ونتعامل مع جمهوريه مصر العربيه ونهنيهم بهذا ونهنيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونهنيه المصريين على المحطه السياسيه هذه الاكثر اقل ونؤكد على كلمه قالها الباجي قايد السبسي اهل مكه ادرى بشعابها المصريون ادرى ببلدهم وبمصيرهم من اي طرف اخر ومن اي طرف خارجي عربي او غير عربي. محمد 89 والثاني جاب 4% ديما في العرب ديما تلقى لا ديفيرونس ديما بعيده برشا هذيك الاشكاليه نتاعنا تلقى 90 وتلقى 3 عمرك ما نهار لقيتك لي ريزولتا قريبه معناها 90 وتلقى لقيتها عندنا احنا اي ماجد برهومي شكرا ليك ماجد خالد علي تويتي شكرا حسنين شكرا وايمن جلاسي شكرا ليك لحظات ويكون ضيفنا الكوتش والكابتن ثابت القهري خليكم معنا رجعين